ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده في اولمبيك سيتي اكاديمي حمام سباحه لسه فاتح جديد، بشرى ساره لاهالي الزهراء ودار السلام والمعادي. عايزه اقول لكم ان الحمام تحفه جدا، وطبعا في تدريبات وفي خماسي. طب الحمام عنوانه فين؟ محطه مترو الزهراء اتجاه المرج، هتلاقوه امام المحطه على طول، مش هتمشي اكتر من دقيقتين. ده شكل النادي اول ما بندخل. احنا موجودين في محطه مترو الزهراء امام المحطه على طول. احنا بقى داخلين حمام السباحه. احنا النهارده الجمعه والمواعيد بتبقى سباحه حره للسيدات من 9 ل 3، وداخلين كده لحمام السباحه. احنا شايفينه اهو. هقول لكم بقى كل التفاصيل جوه. يلا بينا ندخل. شكل النادي، احنا لسه النادي ده مفتتح معانا شهر 6 2024، فلسه النادي جديد علينا. تعالوا بقى نخش نشوف الاجواء جوه عامله ايه. بصوا بقى، انا ده التفاصيل بتاعت حمام السباحة يوم الاحد والاربع والسبت والاثنين والثلاث والخميس. دي المواعيد المتاحة اهي، صورتها لكم. وده شباك التساكر اللي بنقطع منه، ودي التعليمات بتاعت حمام السباحة. استخدام الحمام قبل نزول حمام السباحة، ممنوع خلع الملابس على سطح حمام السباحة، ودي كلها التعليمات. وده المنظر العام لحمام السباحة. وده شكل حمام السباحة معانا. عايز اقول لكم ان دلوقتي الساعه 4 وربع. احنا النهارده يوم الجمعه، زي ما احنا شايفين الدنيا رايقه خالص. حمام السباحه بديل المصيف، ودي شكل القعدات. بصوا ده شكل حمام السباحة. وهنا في جمباز وكاراتيه هناك كده. هنشوف بقى الأسعار ايه. في كافيتيريا هنا، في مشروبات زي ما احنا شايفين، في فشار وسنيكس وحاجات كتيرة جدا. مسموح بدخول المأكولات والمشروبات، دي معلومة لسه عارفاها دلوقتي. بصوا شكل الحمام، هصوره لكم كله بكل تفاصيله بقى، وهحكي لكم. ولو عايزين اي حاجة هستناكم تكتبوا لي تحت بالتعليقات. ده عمق حمام السباحة من هنا 3 متر، وبيبدأ من 1.5 متر. ده المعلومة اللي عرفتها دلوقتي. حمام السباحة بصوا نضيف ازاي، بصوا جميل ازاي. بصوا بقى يا جماعة، السباحة الحرة ب50 جنيه لينا احنا كسيدات من الساعة 9 صباحا لحد 3 مساء يوم الجمعة. كل يوم جمعة دي فترة السباحة الحرة. عايز اقول لكم ان الحمام هنا بيبقى كله سيدات، حتى المدربة سيدة، هي واحدة ست يعني، والمنقبات كمان ممكن تيجوا. المكان امان جدا جدا جدا، هصور لكم كل التفاصيل. بصوا بقى ده المنيو عندهم، كبدة اسكندراني وسجق بلدي وسجق اسكندراني وبرجر. عندهم كل الحاجات دي، وميكس سجق وجبنة وبطاطس. بصوا الاسعار بتبتدي من 15 لحد 35 40 جنيه. وكمان عندهم حلاوة بالقشطة وعصب بالقشطة وجبنه كيري ورانشون. دي اسعار السندوتشات، لو جبت الولاد عايزين تعملوا لهم سندوتشات يعني وما جبتوش من البيت ممكن تجيبوا من هنا. دي شكل الكافيتيريا معانا، ممكن نقعد هنا، ممكن نقعد هنا. وده شكل البوابه. والنادي موجود قلت لكم في محطه مترو الزهراء مصر القديمه. بننزل على طول من المحطه على طول نلاقي النادي موجود معانا، اسمه نادي نهر النيل.
عايزه اقول لكم ان حمام السباحه بديل المصيف، طبعا خروجه رخيصه جدا وخروجه حلوه قوي. هنا الحمام رايق، مفيش عدد كبير زي ما احنا شايفين، نقدر نجيب الولاد ونستمتع طبعا بالحصه او بالاشتراك الشهري. الحمام طبعا مفتوح جديد، فعلشان كده شايفين ان هو ادي رايق ونضيف وجميل. وطبعا القوات المسلحه دي اهم حاجه، علشان بيهتموا بالنظافه سواء بقى في المية او سواء بجودة يعني النادي وكده، بيهتموا بالنظافة جدا جدا. هتلاقوا المقاعد نظيفة والمكان كله نظيف، اي مكان تبع القوات المسلحة يعني تدخلوه وانتم متأكدين من نظافته. هنا المكان فيه انشطة كتيرة، فيه كافيتيريا، وطبعا عايز اقول لكم ان المكان نظيف جدا وجميل جدا جدا زي ما احنا شايفين. بصوا شكل حمام السباحة عامل ازاي. هنا كان في تدريب معانا يعني بروايت او مخصوص، فكان بيعلمها السباحه بقى، بس حقيقي كان كابتن شاطر جدا، علمها ازاي تعوم على وشها وازاي يعني تاخد نفسها، فاداها شويه تعليمات حلوين قوي. عايز اقول لكم ان النادي تجربه حلوه. يلا مستنياكم يوم الجمعه ان شاء الله، احنا رايحين من 9 صباحا ل 3، هنقدر نستمتع اليوم الفري لكل السيدات. هيبقى الحمام مغطى، ممنوع على فكره الكاميرات، يعني المكان مزود بكاميرات مراقبه بس ما بتتفتحش. المسؤول عن المكان هي سيده منتقبه، فعلشان كده مخليه يوم الجمعه فري. عايز اقول لكم ان رحت يوم الجمعه مخصوص علشان اوريكم قد ايه الجو نظيف وجميل وفعلا يستحق الزيارة، وفعلا التذكرة بخمسين جنيه، فدي اصلا مش فلوس بالنسبة لجودة الحمام او للخدمة اللي احنا هنشوفها. هنلاقي مدربة بتبقى معاها سبعة، يعني العدد اللي كل مدربة مسؤولة عنه هو من سبعة لخمس اعضاء يعني بتعلمهم السباحة، فحاجة حلوة قوي. انتظروني يوم الجمعة ان شاء الله الجاية، هنروح حمام السباحة وهسيب لكم العنوان في اول كومنت مثبت. يلا بقى مستنياكم. دي شكل المقاعد اللي بنقعد نستنى بقى فيها الولاد وهما في التمرين، وبنحط بقى حاجتنا والترابيزه والاستاف هنا حلو قوي وكويس قوي. احنا بنقعد بقى كده وناخد المأكولات والمشروبات والمايوه، طبعا في سباحه حره. عايزه اقول لكم ان الجو جميل والنادي نظيف جدا، والخدمه هنا ممتازه، في عصاير وفي مشروبات في حاجات كتيره. بصوا ده تمرين سباحه. النهارده خروجتنا خروجه رايقه وخروجه يعني بسيطه، هي الحمام السباحه بس، نظرا لارتفاع درجات الحراره اللي احنا بقينا فيها، وده بديل المصيف. بصوا الولاد دول في تمرين النهارده. عايزه اقول لكم ان طبعا حمام السباحه زي ما قلت لكم اللي هو بديل المصيف، وعندنا في زهراء مصر القديمه بقى موجود 3 حمامات سباحه، نقدر نروح اي واحد فيهم. احنا موجودين في هيئه النقل النهري، وعندنا نادي طلائع الفرسان، وعندنا نادي العجمي، ده موجود امام البنك الاهلي في محطه دار السلام. فعندنا 3 حمامات سباحه فتحوا جديد، فنقدر نستمتع بيهم ونفسح الولاد فيهم في فصل الصيف.